بقالنا آخر سؤال، السؤال الثامن، نجي نقرأ. يقول لك: A man hurries towards a boat so fast that the sound of the boat 400 hertz appears 3 hertz higher in frequency. دي صار A man hurries towards a boat. هم صار عندنا فد يعني فد كلمة تدل على الحركة. إذا أيضا شو راح نستعمل يا قانون؟ قانون الدوبلر افكت. أوكي؟ قلنا أي شيء بحركة وساوند نستعمل قانون الدوبلر افكت. أوكي؟ A man hurries towards a boat so fast that the sound of the boat 400 hertz appears 3 hertz higher in frequency. How fast is he going? طبعا نقول he going ده يقصد the man going. بتلاحظون انه بالسؤال ما ذكر حركة للبوت، فمعناها شنو؟ البوت صحيح ده يصدر صوت بس هو ساكن. اوكي، فاذا هاي اول معلومة عندنا اخذناها من قراءة السؤال. VS V source اللي هو البوت شقد؟ صفر متر على سكند، لأنه هو ثابت ما دا يتحرك. اوكي، عندنا طبعا ال V مال صوت نعرفه بالهواء، 340 متر على سكند. هاي شغلة ثانية هم عرفناها. ايش قد الفريكونسي مال البوت؟ قال انه هو هنا 400 هرتز، فإذا نقول الفريكونسي للسورس ايش قد؟ 400 هرتز. شوف ايش جاي قال لنا بالسؤال، يعني الرجل هذا دا يركض باتجاه البوت، دا يركض بسرعة كبيرة جدا بحيث الصوت مال البوت اللي الفريكونسي مالته اللي هي 400، هذا الرجال ايش دا يسمعها؟ دا يسمعها 3 هرتز اعلى من 400. اذا الاف ال يعني الفريكونسي دا يسمعها الليسنر ايش قد؟ 403 هرتز. اوكي، هسه صارت طبعا اكثريتها صار عندنا معلومات صح؟ ونجي نطبق القانون مباشرة. الاف ليسنر يساوي اف سورس مضروب في V زائد VL على V ناقص VS. اوكي، ال FL ايش قلنا؟ 403 يساوي 400 في 340 زائد VL ايش قد؟ ما نعرفه احنا، احنا نريد نعرف ايش قد سرعة الليسنر اللي هو الرجال المان، فراح نقفها مثل ما هي على 340. الـ VS ايش قد؟ صفر، لأنه ما جاي يتحرك البوت، فنقدر نعوفها صفر. نجي نحل السؤال، يعني حل اعتيادي، راح يطلع أن الـ VL يساوي لنا تقريبا 2.55 متر على سكند، وهذا الحل مال السؤال. فهذا هو، خلصنا بعد ما عدنا. إن شاء الله بالنسبة لأول أربع أسئلة، أسامة هم راح ينزل فيديو إن شاء الله يعني يشرح لكم إياها. اتمنى استفاديتوا من الفيديو، اذا اكو شيء ما واضح، شيء عندكم سؤال، انا موجود على الفيس عادي، يعني شو كنت ما تردون دزوا رساله حاضر، او اذا تردون مثلا بالكليه تعالوا هم احنا حاضرين، واهم شيء يعني خلينا نتعاون، خلينا نتعاون على مود ما نتلاقي بالدور الثاني. اوكي، وانتم بكيفكم بعد. زين، سلام.